في المثال ده يعتبر اللي هو تطبيقا على كل مقاييس التشتت الثلاثة اللي أنا شرحتهم قبل كده، وتطبيقا على القوانين المستخدمة لكل مقياس من المقاييس الثلاثة. فبداية كده كان بيقول لك calculate range variance and standard deviation of the set of values. طالب مني اللي هو عايز قيمة الرينج وعايز قيمة الفاريانس وعايز قيمة الستاندرد ديفيشن لمجموعة من القيم. طب ايه هي القيم اللي هو عطاها لي؟ القيم عندك ال 8 9 7 6 و 5. بالنسبة للمطلوب الاولاني اللي هو the value of range، طب ازاي اللي انا اجيب value of range؟ اللي انا اقول ال largest value minus smallest value، ادور على اكبر قيمة من مجموعة القيم واشوف اللي هي هتساوي كام، وهدور على اقل قيمة من مجموعة القيم واشوف برضو اللي هي بتساوي كام، وابدأ اللي انا اطرح القيمتين من بعض. فبالنسبة لللارجست فاليو اكبر قيمة عندي هتساوي الناين، وسمولست فاليو اقل قيمة عندي هتبقى الفايف. فاقدر اللي انا اقول the range equal 9 minus 5 equal 4. بالنسبة للمطلوب التاني في المثال اللي هو بيقولك calculate the variance، ده لا بيبقى فيه كذا خطوة لازم الأول اللي أنا أعملهم قبل ما أطبق في القانون المستخدم لإيجاد الفيرنس. أول خطوة لازم اللي أنا أعملها اللي أنا أجيب قيمة الإكس بار، قلتلك اللي هو قيمة الإكس بار أو الإكس بار دي بتساوي المين، وشرحنا قبل كده وقلتلك إن المين بتساوي السم على الكاونت، يعني مجموع القيم على عدد القيم. فأقدر هنا اللي أنا أقول إن الإكس بار بتساوي مجموع القيم كلها على عدد القيم دي. لما جيت جمعت القيم دي كلها لقيتها اللي هي بتساوي 35، اللي أنا جمعت 8 زائد 9 زائد 7 زائد 6 زائد 5، طلع الناتج عندي 35. هقسمها على عدد القيم دي، عدد القيم 5، فبالتالي اللي أنا أقدر اللي هو 35 مقسومة على 5 فهيدي لك الناتج بـ7. فكده اللي انا قدرت اللي انا اجيب الاكس بار اللي هي بتساوي 7، وده كان اول حاجة لازم اللي انا اجيبها تطبيقا في قانون الفرينس. تاني خطوة وتعتبر برضو من اهم الخطوات المهمة جدا لايجاد قيمة الفرينس او ايجاد قيمة الستاندرد ديفيشن، بس خلينا دلوقتي اللي احنا نتكلم بالنسبة للفرينس اللي انا ابدأ اللي انا اعمل الجدول الموجود قدامكم. الجدول ده بيبقى فيه 3 أعمدة. العمود الأولاني أنا بخليه أو بكتب فيه الإكس، العمود التاني بيبقى لإكس ماينس إكس بار، والعمود التالت بيبقى لإكس ماينس إكس بار سكوير. تعالى كده ندردش شوية بالنسبة للعمود الأولاني اللي هو الإكس ده. مين الإكس؟ الإكس ديت هي بتبقى عبارة عن القيم اللي بتبقى موجودة عندك في المسألة. فبالتالي اللي أنا عندي القيم اللي هو عطاها لي كان 5 قيم، فابدأ كل قيمة من القيم ديت واللي أنا أحطها في صف لوحده. يعني اللي أنا عندي كده إن الإكس هتبقى عندك 8 والـ9 والـ7 والـ6 والـ5. طيب تعالى كده نشوف تاني عمود إيه هو برضو اللي بيبقى موجود في تاني عمود ده. فبيقولك إن أنا عندي إن تاني عمود ده هو بيبقى الإكس ماينس إكس بار. طب مين الإكس بار؟ ده المين اللي احنا جبناه اصلا من شوية، وقلت لك ان الاكس بار القيمة بتاعته طلعت بـ7. فبالتالي في العمود التاني ده بيبقى طالب منك اللي انت تبدأ اللي انت تطرح قيمة الاكس من قيمة الاكس بار من كل صف. بالنسبة للصف الاولاني انا كان عندي ان الاكس كانت مثلا بـ8، فبالتالي هطرحها من الاكس بار يعني هطرحها من الـ7، فهقول الـ8 ناقص الـ7 تديلك الـ1. طب تعالى كده نشوف الصف التاني، هقول كده كانت قيمة الاكس بـ9، طب اللي انا هطرحها من مين؟ هطرحها من المين، فهقول ان 9 ناقص 7 تدي لك بكام؟ بالـ2. طب بالنسبة للصف التالت هقول 7 ناقص 7 هتدي لك 0. بالنسبة للصف الرابع هقول 6 ناقص 7 هتدي لك سالب الـ2. بالنسبة للصف الخامس هقول 5 ناقص 7 هتدي لك سالب الـ2. ده كده بالنسبة للعمود التاني. طب تعالى كده نشوف العمود التالت عندك في الجدول اللي هو بيقول لك اكس ماينس اكس بار سكوير. قال لك ان العمود التالت ده معتمد على العمود التاني، يعني قال لك كده ان العمود التاني كان اللي هو كان اكس ماينس اكس بار. طب الناتج اللي يطلع لك من كل صف من الصفوف ديت ابدا اللي انت ربعه، لان العمود التالت بيكون طالب منك اكس ماينس اكس بار سكوير. سكوير ده يعني بيقول لك هات الناتج
واضربه في نفس مرتين. طيب كان عندي كده بالنسبة للعمود التاني كان اللي هو 8 ناقص 7 بتدي لك 1. طيب هاخد الواحد ده وربع الواحد تربيعه، يعني اضربه في نفس مرتين، 1 في 1 بيدي لك الواحد. بالنسبة للتاني صفر كان 9 ناقص 7 بتساوي الاتنين، لا ده انا عايزة تربيعه، فبالتالي اقول الاتنين في الاتنين هيدي لك كام؟ الـ4. تالت صف كان بيقول لك 7 ناقص 7 بيدي لك 0، يبقى اللي انا اربع الصفر ده يبقى هيدي لك برضو 0. 6 ناقص 7 بيدي لك -1، ربع -1 هيدي لك الواحد. 5 ناقص 7 بتدي لك -2، هتربع -2 فهتدي لك الـ4. يبقى على طول كده بالنسبة للعمود الثالث هو بيقول لك هاد قيمة اكس ماينس اكس بار، وبعد كده ربع الناتج. طيب ايه هو يعني الجدول ده اللي انا ليه بعمله؟ عشان في الاخر خالص اللي انا اجيب summation of x minus x bar square، اللي انا اجمع تالت عمود كله. يبقى حتى لو بصيت اصلا في اخر صف خالص عندك في الجدول اللي انا مظللاه بالاحمر ده، طالب منك summation of x minus x bar square، فهاجي عند اخر عمود واجمع كل القيم اللي موجودة عندي. يعني مثلا هو الـ1 زائد الـ4 زائد الـ0 زائد الـ1 زائد الـ4، فهتلقى الناتج في الاخر بيساوي 10. اخر خطوة ببدأ اللي انا اعملها علشان خاطر اللي انا اجيب قيمة الفرنس، اللي انا خلاص بقى ببدأ اللي انا اكتب القانون بتاعي، وببدأ اللي انا اعوض في القانون بتاعي. القانون بتاعي كان بيقول لك سيجما سكوير ايكوال سكوير سميشن اوف اكس ماينس اكس بار سكوير اوفر ان. طيب في الجدول اللي فات كان اللي جبنا قيمة summation of x minus x bar طلعت بالعشرة، وعندي ان عدد القيم اصلا 5، فاقدر ان انا اقول الفاريانس، وقلت لك ان الفاريانس هي سيجما سكوير، فممكن عادي اللي انت تكتب في القانون بتاعك سيجما سكوير، او ممكن اللي انت تحوش السامبل ده وتحوش الرمز ده وتكتب بداله الفاريانس. يبقى في الحالة ديت اقدر ان انا اقول له الفرنس هتساوي 10 مقسوم على 5، فهتدي لك الاتنين. يبقى اللي انا كده جبت المطلوب التاني اللي هو الفرنس. طيب اخر مطلوب بقى كان بيقول لك calculate the standard deviation، هو هنا عايزني ان انا ابدا ان انا احسب الانحراف المعياري. ولو بصينا كده على القانونين فانا هلاقي ان قانون الفرنس وقانون الستاندرد ديفيشن لحد ما متشابهين. طب ايه الفرق؟ قالك في قانون الفيرينس كنت انت بتجيب حاجة اسمها سيجما سكوير، يعني اللي انا كنت ايه بيكون السيجما هنا مربعة، لكن انا عندي في الستاندرد ديفيشن لا بيكون السيجما بس من غير تربيع. طب هو قدر ازاي اللي هو يحوش التربيع باللي هو يجيب الجذر التربيعي للطرف الاخر من المسألة؟ او ممكن اللي انا اشرحها لك بصورة مبسطة واقولك ان السيجما ان الستاندرد ديفيشن اللي هو الانحراف المعياري بيساوي الجذر التربيعي للفيرينس. يعني مثلا لو جبت قيمة الفيرينس بالاتنين وانا عايز اجيب الستاندرد ديفيشن، جيب على طول الجذر التربيعي للاتنين، يبقى هو ده كده هيكون ناتج الستاندرد ديفيشن. يبقى في المثال ده اقدر ان انا اقول تاني الستاندرد ديفيشن بيساوي سكوير روت اوف فيرينس، الجذر التربيعي للفيرينس، فبالتالي اقول سكوير روت اوف 2 اللي هو الجذر التربيعي للاتنين، فتقريبا كده هسوي لك 1 و41%.